كده هنا دي ماشي. views size by high contrast كده كده مشكلة. بس أظبط الصورة تبقى أفضل شيء ممكن. لا مش دي المحاضرة هاي. تي 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 دقيقة واحدة. دقيقة واحدة يبقى أشغل المحاضرة إن شاء الله. بس تمام، شايفين المحاضرة؟ تمام يا دكتور. طيب ده طبعا الايميل بتاعي لو في اي حد عايز يتواصل معايا، وطبعا هرفع المحاضرة ان شاء الله على التيمز وعلى ال LMS بعد ما نخلص المحاضرة ان شاء الله. طيب دلوقتي هو هنبتدي المحاضرة بسؤال بسيط جدا، ليه احنا عايزين نعمل ديجيتاليزيشن لاي انالوج سيجنال او انالوج سورس؟ زي ما خدتوا مع الدكتور علاء ان انتوا اي انالوج سيجنال بنعمل لها اب كونفرجن، وبتبقى نتيجه الاب كونفرجن يبقى عندنا تايب 1 اوف 2 3 سيجنالز اللي هي اي ام موديوليشن او اف ام او بي ام موديوليشن. وكان كل الكلام ان احنا عندنا الانالوج سيجنال ايا كانت بقى الاشاره دي جايه من صوت او جايه مثلا من اشاره فيديو انالوج وعايز ارسلها من مكان لمكان. فكنا بنتبع الثلاثة تكنيكس اللي انتوا خدتوهم مع الدكتور علاء. هنا بقى السؤال، ليه احنا عايزين نعمل ديجيتاليزيشن للانالوج سيجنال نحولها ديجيتال سيجنال ونبعتها من منطقة لمنطقة تانية؟ السؤال ده هنبتدي نجاوب عليه طول الكورس عندنا. ففي البداية ان جنرال لو احنا عندنا لونج ترانسميشن لينز، الديجيتال سيجنال بتبقى ليس سنسيتيف للنويز اكتر، ليس سنسيتيف للنويز زان الانالوج سيجنال. يعني انا لو عندي ديجيتال سيجنال وعندي الميديم بتاعي فيه نويز، النويز تاثيرها على الديجيتال سيجنال بيبقى اقل بكتير من تاثيرها عن الانالوج سيجنال. فده ميزه اساسيه ان احنا بنحول السيجنال بتاعتنا من انالوج لديجيتال، عشان تاثير النويز على الديجيتال سيجنال بيبقى اقل من الانالوج سيجنال. طيب وده بيبان اكتر لو عندنا الميديم بتاعنا بين منطقه الارسال ومنطقه الاستقبال كبير. يعني مثلا عندك كوأكسل كيبل طويل بين الارسال والاستقبال، او زي الموبايل عندك اير شانل وانت عايز تبعت الداتا بتاعتك من محطه الارسال الخاصه مثلا بالتليفون المحمول للموبايل بتاعك. السيستم الشانل دي بتبقى شانل سام هاو بتبقى اللينس بتاعها كبيره، طبعا بتبقى اكبر ما يمكن لو انت عندك ساتلايت شانل. فانت عايز تبعت الداتا بتاعتك بدون اي ايرور واقل تاثير للنويز من الترانسميتر للريسيفر، من الترانسميتر اللي هنا للريسيفر. طيب وده الكوميونيكيشن شانل بتاعتك بين الترانسميتر والريسيفر. والكوميونيكيشن شانل احنا مش هندرس بالتفاصيل بتاعتها،
احنا بعد كده نشوف لو هي ليها ترانسفير فانكشن نعبر عن الترانسفير فانكشن بتاعتها ازاي. طيب ادي السيجنال، انت بقى ديجيتال سيجنال. الديجيتال سيجنال دي عبارة عن ستريمز اوف 1 اوف 0 زي ما انتم شايفين هنا، يعني 0 1 0 0 1 0. السيجنال دي هيتمشي من الترانسميتر للريسيفر، فلما يحصل لها ترانسميشن من الترانسميتر للريسيفر، نتيجة النويز ونتيجة الامبيرمنت في الكوميونيكيشن شانل هتلاقي السيجنال دي حصل لها ديستورشن قوي جدا. طب الديستورشن ده يقول واحد ممكن يقول طب خلاص ايه الفرق بين الانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال، ما كده ولا كده حصل لي ديستورشن. اقول له في ميزه في الديجيتال سيجنال ان هي مساله الديسيشن بتعتمد على شكل السيجنال ايه، ولكن بتعتمد على نقطه معينه او مكان معين بقدر احدد ان السيجنال بتاعتي 1 او 0، فده بيقلل تاثير النويز اللي على السيجنال. يعني ايه الكلام ده؟ انا في اي ديجيتال سيجنال ببقى مثلا بعمل ثريشولد بالمنظر ده، وباجي مثلا عند نقاط معينه لكل بلس عندي وبشوف السيجنال دي 1 ولا 0. فانا مثلا انا هاخد الثريشولد فهو في المنتصف، لو ده الامبليتيود بايه فانا هعمل ديسيشن ميكنج عند ايه على الاثنين مثلا على سبيل المثال، واجي في منتصف البلس هقول بقى قيمة السيجنال هنا كام. فلو قيمة السيجنال اكبر من ايه على الاثنين فيبقى انا عندي 1، لو قيمة السيجنال اقل من ايه على الاثنين بيبقى عندي 0. او لوجيك 0 ولوجيك 1. فده بيبقى اسهل بكتير من الانالوج سيجنال، لان الانالوج سيجنال السيجنال بتقعد تتغير بطريقه راندوم، انا مش عارف تغييرها شكله ايه. فانا عايز لو عايز ابعت الداتا بتاعتي كامبليتيود موديليشن لازم احافظ على السيجنال بالشكل ده، واي تاثير للنويز هيبقى ادت على السيجنال هيعمل ديستورشن كبير وهيقلل كفاءة الريسيفر بتاعي. طيب نيجي بقى هنا، الريسيفر السيجنال عندي شكلها كده، وانا بعت السيجنال دي مسافة كبيرة أوي من الريسيفر، أنا هنا عشان آخد زيرو هيبقى عندي ايرور كبير أوي. لو أنا برضه عملت نفس المعيار إن أجي في النص هنا وأجي عند منتصف كل بلس وأشوف السيجنال دي 1 ولا 0 هيبقى عندي احتماليه للايرور كبيره جدا نتيجه النويز الاكيوميليتد على السيجنال. هنا بقى يجي دور او الميزه الاساسيه في الديجيتال سيستم اللي مش موجوده في الانالوج سيستم، لان يكون عندي ريجنريتيف ريبيتر. الريجنريتيف ريبيتر ده ممكن احطه somehow، ممكن يكون في منتصف المسافه بين الترانسميتر والريسيفر عشان اعمل ريجنريشن تاني للداتا اللي اتبعتت، عشان اعمل ريجنريشن تاني للداتا اللي اتبعتت. ازاي؟ لو فرضنا ان دي برضو نفس الداتا اللي انا طلعتها من الترانسميتر، لو انا مشيت مسافه somehow تكون اقل من المسافه دي، الداتا اللي هستقبلها عند ريجنريتيف ريبيتر هتكون تأثير النويز لسه مش تأثير كبير. فأنا كده ممكن أقدر أعمل ديسيشن سليم، أقول إن أنا عندي هنا ده 0 وده 1 وده 0 وده 0 هنا وده 1 وده 0. وفي الحالة دي اقدر ابعت داتا جديدة، مادام انا عرفت ان كل بلس تكافئ 1 ولا 0، ابعت داتا بشكل جديد زي اكن بعتها من الترانسميتر بتاعي،
ويكون الداتا دي لا يوجد بيها اي اثر للنويز وتبقى فيري كلين داتا. ويبقى انا كده لما اجي ابعت الداتا بتاعتي من الريجنريتيف ريبيتر لما توصل للديجيتال ريسيفر هتبقى شكلها somehow ما تأثرش كتير بالنويز اللي موجودة هنا، لان ما انا حطيت الريجنريتيف ريبيتر دي في المنتصف فالنويز تأثيرها اقل. فانا ممكن دلوقتي اقدر اعمل decision making ان انا عندي 1 او 0 بكفاءة اعلى بكتير لو انا كنت بعت السيجنال without any repeater من هنا لهنا. الطريقة دي ما كانتش تبقى تحصل في، ما اقدرش اعملها في الانالوج سيستم، لان في الانالوج سيستم لو النويز موجود على الامبليتيود كده، لو انا عايز اعمل كليننج للنويز دي هتبقى مسألة دي صعبة جدا في الانالوج سيستم، ما تبقاش طريقة سهلة، لان لو حطيت امبليفاير فالامبليفاير هيكبر السيجنال وهيكبر النويز فانا مش هستفيد اي شيء. ولكن في الديجيتال، لان انا في الديجيتال بعرف الداتا بتاعتي 1 او 0 في اماكن معينة، فممكن ريجنريتيف ريبيتر ده، وهنا جاي اسمه بيبين عن وظيفته ان انا بعمل ريجنريشن للداتا تاني، اقدر اعرف الداتا دي 0 او 1 وابعت الداتا من اول وجديد في الاوتبوت بتاع الريبيتر بتكون اكزاكتلي زي ما انا بعتها من الترانسليتر. في حد عنده اي اسئله؟ دكتور بس انا كنت اسال حاجه. نعم. هي الريجنريتيف ريبيتر دي زي المحطات التقويه يعني اللي بتبقى ما بين لو انا ببعت لمسافه بعيده؟ ممكن تكون بالمنظر ده، ان انا بستقبل السيجنال وبعد كده بعمل لها ريجنريشن تاني وبعد كده بارسلها مره تانيه. تمام؟ تمام. دي بتبقى موجوده فعلا في بعض المحطات زي محطات الميكرويف اللي بتبقى موجوده في محطات البترول. فلو مثلا سي ان انت في شركه بترول عندها محطه، سي مثلا محطه يعني استخراج بترول على سبيل المثال في سيناء، والشركه المركز بتاعها موجود في القاهره، وهو عايز يعمل كوميونيكيشن شانل بين المحطات استخراج البترول اللي في سيناء والشركه المركزيه اللي في القاهره، المسافه دي كبيره جدا وهيبقى في عوائق كتير جدا، فهو بيضطر يعمل حتى لو ما فيش عوائق موجوده والسيجنال واللاين اوف سايت موجود، يعني انا اقدر ابعت دايركت السيجنال من الترانسميتر للريسيفر، نتيجه المسافه الكبيره دي هيبقى اكيوميليشن اوف نويز، والبقى وتغيرات اللي ليها علاقه بالانفايرمنت ودرجات الحراره وكده هتاثر على كفاءه الداتا اللي مبعوده. فانا هضطر اجي في منطقه ما اعمل ريجنريشن للداتا دي، استقبل الداتا واعمل لها ريجنريشن وابعتها مره ثانيه بحيث ان انا اقلل تاثير النويز واحسن كفاءه السيستم وازود السيجنال تو نويز ريشيو. في حد عنده اي اسئله؟ يا دكتور، هو الميديوم ما بين الترانسميتر والريجنريتيف ده بيبقى عباره عن ايه؟ ممكن حسب بقى ده حسب بيبقى ليه كذا نوع. في ممكن يبقى كوأكسل كيبل، والكلام ده بيبقى موجود مني في أمريكا الشمالية، يعني كل الانترنت سيستمز اللي كانت موجودة لحد وقت قريب بين اللي بتبقى من الشركات للبيوت بتبقى كوأكسل كيبلز. ممكن لو انت باعت داتا، ممكن لو هي وايرلس زي محطات المحمول يبقاش كيبل، بيبقى وايرلس شانل، والوايرلس شانل دي بيبقى ليها كذا موديل حسب بقى ما انت هتبعت الداتا من الترانسميتر للريسيفر شكلها انت شايف الترانسميتر ولا مش شايف الترانسميتر. ولو مثلا زي ما كنت بقول من شويه زي شركات البترول لما بتعمل محطات مايكرويف سيستم بتربط الترانسميترز بالريسيفرز، بتربط
مثلا مناطق استخراج البترول بالشركات المركزية دي بتبقى وايرلس شانل، بس تبقى لاين اوف سايت. كلمه لاين اوف سايت دي هتدرسوها بالتفصيل بقى اللي هيدخل فيكم اتصالات، يعني اللي فيكم دلوقتي في اتصالات، يعني ان انا ابقى شايف في الترانسميتر شايف مكان الريسيفر، او في الريسيفر يبقى شايف مكان الترانسميتر، ده معناه لاين اوف سايت. بيبقى دي وايرلس شانل، وبرده بيبقى ليها موديل معين، نتيجه بقى الموديل ده بيتاثر بيه درجة الحرارة والرطوبة والتغيرات الجوية من الصيف بقى للشتاء وما شابه. يبقى في الحالة دي بيبقى ممكن يبقى أنالوج، بيبقى يا إما واير، يبقى كوأكسل كيبل، يبقى إيه في الإير سبيس، أو حتى ممكن يبقى واير برضو باستخدام الأساليب الجديدة اللي زي الأوبتيكال فايبر كيبل. الأوبتيكال فايبر كيبل اللي هو بيبعت اوبتيكال بالسز من الترانسميتر للريسيفر. فلو المسافه كبيره جدا، انا عايز ابعت داتا بتاعتي مثلا من هنا لحد اسكندريه على سبيل المثال، ممكن اجي في المنطقه في المنتصف سي عند طنطا، استقبل السيجنال دي واعمل لها ريجنريشن وابعتها مره ثانيه، بحيث ان انا اقلل تاثير النويز على الداتا بتاعتي. يبقى كوايرد ممكن يكون كوأكسل كيبلز، او ممكن يكون اوبتيكال فايبر كيبل، وكوايرلس يبقى في زي ما انتم شايفين في محطات المحمول او اللي هي اللاين اوف سايت لينك. دكتور بعد اذنك، هو انا فاهم ان الريجنريتيف ده بياخد السيجنال يرجعها زي ما كانت، يعني بيحوش منها شويه نويز شويه على قد ما تقريبا ما بيعرف يعني، وبعد كده يبعتها تاني. هو ده صح ولا انا فاهم غلط؟ هو مش بيشيل النويز بالطريقه، يعني هو مش بيبقى فيه فلتر بيقدر يكنسل النويز ويستبعده عن الداتا. هو بيبقى فيه مينلي ديسيشن ميكنج سيركت. الديسيشن ميكنج سيركت زي ما شرحتها شويه، هو بيجي هنا بيعمل ثريشولد معين. تعال نرسم الثريشولد ده بطريقه افضل شويه. بيبقى الداتا اللي بيستقبلها بيعمل زي بيبقى عنده ثريشولد معين، فهو ما بيجي يستقبل الداتا دي، هو بيشوف الداتا بتاعته دي كل بلس من دول بيشوفها عند وقت معين، ما بيشوفهاش طول الوقت، هو بيشوفها دايما في نص الوقت المخصص لكل بلس، زي كده او كده او كده او كده او كده او كده. يبقى انا عندي ديسيشن للامبليتيود، لو انا زدت عنه يبقى 1، لو قلت عنه يبقى 0، وانا بشوف الداتا بتاعتي في وقت معين هنا وهنا 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 وهنا، وابتدي بقى ابتدي اعمل اخد القرار. لو انا في هنا قيمه السيجنال اقل من الديسيشن بتاعي سي مثلا اللي هو ايه على 2، يبقى انا عندي 0، اكبر يبقى عندي 1، هنا يبقى عندي 0، هنا يبقى عندي 0، هنا يبقى عندي 1، وهنا يبقى عندي 0. تمام. يبقى انا باخد من الداتا بدخلها على ديسيشن ميكنج سيركت، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره اللي بعد الجايه. يعني ديسيشن ميكنج سيركت اقدر احدد منها ان انا عندي 1 ولا 0. بعد كده بقى ابعت الداتا، خلاص انا عرفت، خلاص كديجيتال سيستم انا عرفت انا بعت 1 ولا 0. ابعت الداتا بقى، خلاص هنا دي 0 يبقى ابعتها 0 ويز كلين امبليتيود، ان انا كده خلاص انا ماليش دعوه بالنويز اللي موجوده في الترانسميتر، ان انا خلاص في الجزء بتاعي ممكن اقسم الريجنريتيف ريبيتر كانه شقين، شق بيعمل ديسيشن ميكنج وشق تاني بيعمل ترانسميشن او ري ترانسميشن للداتا. هبيعمل ايه الترانسميشن؟ خلاص عرف الكاس حقه، عرف حضرتك في حاجه يا دكتور. ايوه، في زن كروشه، حد فاتح الموبايل، سوري حد فاتح الصوت. تمام كده راح ماشي. يبقى انا كده خلاص حسب عند الديسيشن بتاعي هنا زيرو، فهيجي هنا في الجزء من ريجنريتيف ريبيتر اللي بيعمل ريترانسميشن للداتا، خلاص بيبعت هنا 0 بنفس عرض البلس، ويبعت هنا 1 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 1 وهنا 0.
تمام؟ تمام، شكرا دكتور. طيب برضو ايه هي من ضمن مميزات ان انا احول السيجنال من انود لديجيتال؟ لان انا ما يهمنيش نوع المصدر بتاع الداتا بتاعي، يعني المصدر ده جاي من فيديو سيجنال او اوديو سيجنال، ممكن كل الداتا دي بعد ما احولها من انالوج ديجيتال اقدر ابعتها بنفس الاسلوب اللي انا كنت ببعته لكل انواع الديجيتال سيجنالز. يبقى انا الميزه الثانيه ان انا ما يفرقش بقى معايا الديجيتال سيجنال دي جايه منين، من مصدر مثلا اوديو ولا فيديو، طالما كله اتحول ديجيتال كله هيتبعت بنفس الاسلوب. الديجيتال سيركتس بصفه عامه بتبقى ليس سنسيتيف للفيزيكال افكت زي الفايبريشن والتمبريتشر، ده مش موجود في الانالوج سيجنال، لان الانالوج سيجنال اي تغيرات في التمبريتشر او في فايبريشن هتؤدي لوجود نويز على الامبليتيود الخاص للسيجنال، فده النويز دي هتبقى صعب جدا ان انا اقدر اتخلص منها. ولكن في الديجيتال سيركت ممكن احط دايما ليميتر، والليميتر ده اي سيجنال، واكيد انت خدت السيركت دي ممكن تكون خدتوها في مادة الالكترونيكس، خدته في الالكترونيكس دايرة الشميت تريجر. ايوه دكتور. فدايرة الشميت تريجر بتقول ايه؟ لو السيجنال زادت عليت عن ثريشولد معينة ببعت هاي، ولو قلت عن ثريشولد معين ببعت لو. يبقى بغض النظر بقى عن النويز اللي موجودة، يبقى انا مثلا لو السيجنال بتاعتي كده دي الايديال فورم، لو السيجنال عندي فيها نويز ولكن النويز ده قيمته اعلى من السيجنال بالنويز قيمتها اعلى من ثريشولد معين، فانا اقدر اعتبرها كده ولا كده الاوتبوت بتاع الشميت تريجر اقدر اعتبره ان انا عندي 1. ولو برضه السيجنال النويز اللي هنا ما دام السيجنال بالنويز اقل من الثريشولد بتاعي اقدر اعتبرها زيرو، يبقى انا ممكن اخر ستيج خالص اعمل بيها كليننج لاي نويز هتحصل نتيجه الفايبريشن او التمبريتشر. احنا في الكورس بتاعنا مش هندرس النويز بالتفصيل، ومش هنعمل يعني دراسه عميقه للنويز. الدراسه العميقه للنويز ده هيبقى في الماده اللي هتبقى في الفول ان شاء الله لطلبة اتصالات السنة الجاية. طبعا برضو في ميزة في الديجيتال سيركتس ان الهاردوير بتاعتها تبقى دايما اسهل من الانالوج سيركت، والديزاين بتاعها بيبقى اسهل من ديزاين الانالوج سيستمز او الانالوج سيركت. انتوا خدتوا مع الدكتور علاء الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج؟ ايوه دكتور. في الديجيتال بقى انت عندك انواع مالتيبلكسنج ممكن تبان انها كمان اسهل واكتر من اللي كان موجوده في الانالوج. بيبقى في نوع احنا هندرسه ان شاء الله اسمه التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، وفي نوع تاني اسمه كود ديفيجن مالتيبلكسنج، ده اللي مستخدم في الموبايل كوميونيكيشن. فالانواع بتبقى الامبلمنتيشن المالتيبلكسنج بيبقى الامبلمنتيشن بتاعه اسهل وذ ديجيتال سينس عن الانالوج سينس. في بقى كمان ميزه موجوده في الديجيتال مش موجوده في الانالوج، ان انا الابيليتي ان انا اعمل كومبريشن للداتا، ودي موجوده في موبايل كوميونيكيشن من اول الجي اس ام اللي كان موجود في التسعينيات. ان الجي اس ام بيعمل دايما بيعمل كومبريشن للداتا اللي جايه من صوت البني ادم، بيحولها من 64 كيلو بيت بالسكند لتقريبا 13.5 كيلو بيت بالسكند. يعني التكنيكس الخاصه بالداتا كومبريشن بيبقى افضل واقوى في الديجيتال من الانالوج سيجنال. طبعا في ميزه بقى في الديجيتال مش صعب جدا تلاقيها في الانالوج، ان ممكن يكون عندي اعمل انسيرشن لبعض الداتا، بعض الوانس يعني بعض البالسز وانز او زيروز، ان انا عن طريقها اعمل ايرور ديتكشن اند كوركشن. وطبعا الكلام ده مش موجود في الانالوج سيجنال خالص.
وبيبقى موجود مني في الديجيتال سيجنال. فدي مميزات الاساسيه اللي موجوده في الديجيتال اللي خلت معظم الكوميونيكيشن في الوقت الحالي الا الحاجات البسيطه جدا اللي هي الاي ام والاف ام والارسال بعض الارسال الخاص بالتلفزيون ده بس اللي انالوج، ولكن جميع الارسال اللي ليه علاقه بالساتلايت كوميونيكيشن اللي هو الهاي ديفينيشن بيبقى ديجيتال، وجميع الداتا او جميع انواع الاتصالات اللي في الموبايل او الاتصالات الساتلايت بتبقى بتستخدم الديجيتال ما بتستخدمش الان. في حد عنده اي اسئله؟ نعم. هو داتا كومبريشن بتحصل من خلال انا ازود الفريكوانسي؟ لا، ان انا اقلل البيت ريت، ان انا اقلل البيت ريت عندي مش انا ازود الفريكوانسي. يعني انا الداتا بتاعتي مثلا في كل ثانيه زي مثلا انا عندي في الثانيه الواحده، لو فرضنا دي الثانيه الواحده، دايما هنشوف ان شاء الله لما نيجي ندرس البارس كود موديوليشن ممكن نبعت 64 كيلو بيت. ايه كلمه بيت دي؟ بيت هي البالس، هنسمي دايما البالس بيت، فهنبعت 64 كيلو في الثانيه الواحده. ده ممكن يخلي الداتا ريت بتاعتي كبيره، ففي الموبايل كوميونيكيشن نتيجه ان الباند ويسز محدوده انا عايز اعمل كومبريشن للداتا دي، فممكن احولها بدل ما هي تبقى 64 كيلو بيت او 1000 بيت في الثانيه انزلها ل في نفس الثانية اللي يبقى عندي 13.5 كيلو بت. يبقى أنا كده هستغل باند ويدث أقل من أنا كنت فيه قبل كده. دي بسبب عملية الكومبريشن. عملية الكومبريشن بتتم إزاي؟ دي عملية مديدة الديس موبايل كوميونيكيشن هتعرفوها بالتفصيل يعني. أو ممكن الدكتور اللي هيدرس الترم الجاي يشرحها لكم. انما يكفي ان احنا نقول ان في الديجيتال كوميونيكيشن ممكن اعمل داتا كومبريشن، دي مش موجوده خالص في الانالوج كوميونيكيشن. تمام. معلش يا دكتور بس في حاجه اسالها بس، مش 64 64 كيلو بايت في ثانيه واحده كده كانهم مضغوطين اكتر من 13؟ ما مضغوطين اكتر في 13، يعني مثلا البيت بتبقى البيت ديوريشن بتاعتها صغيره صح؟ لما بيت ديوريشن تصغر في علاقه دايما بين تايم وفريكوانسي، كل ما الحاجه يحصل لها انها تبقى اضيق في التايم تاخد في فريكوانسي باند اكبر، فهتلاقي ان فريكوانسي خدت باند ويدث اكبر من دي تاخد مثلا باند اقل كده. فيبقى معنى كده ان الداتا باند ويدث بتاعتي هتبقى اقل، فانا ممكن اسمح ان انا ابعت حاجات كتيره جنب بعضها لو انا بعمل فريكوانسي فيجن مالتيبلكسنج مثلا. تمام. طبعا النقطه الاخيره ان هي نقطه ليها علاقه بالستاندرد، بان انا خلاص يعني انا ما دام انا ببعت ديجيتال داتا، الديجيتال داتا دي ممكن استخدم ستاندرد في دول مختلفه، ما دام كلهم اتفقوا على شكل معين للديجيتال داتا دي يبقى ممكن كلهم يبعتوا الداتا بتاعتهم بدون اي مشاكل خالص، ودي ميزه اللي في الديجيتال مش موجوده برضو في الان. طيب عشان بقى ندرس الديجيتال سيجنال لازم نبتدي بندخل في المراحل الاوليه ان ازاي نحول السيجنال من انالوج لديجيتال. فتحويل السيجنال من انالوج لديجيتال لازم هيخلينا نروح لما يسمى بقى السامبلينج ثيوري وازاي والكوانتايزيشن وما شابه. لذلك تعال نبص بقى على الكورس كونتنت بتاعتنا. الكورس كونتنت في البدايه احنا هندرس السامبلينج بروسيس، ازاي نحول البدايه خالص السيجنال من انالوج لديسكريت. واحنا بنحول السيجنال من انالوج لديسكريت هندرس النايكوست سيرم اللي هتقول لنا ايه الشروط اللي لازم احط لازم اوضحها عشان يبقى السيجنال تتحول من انالوج لديسكريت ومنها لديجيتال ما يحصلش اي امبيرمنت للسيجنال عندي.
فمن هنا بعد ما حول بعد ما نعرف النايكوس ثيرم هنبتدي ندرس بقى انواع من البلس موديوليشن زي بلس امبليتيود موديوليشن وبلس كود موديوليشن وبلس بوزيشن موديوليشن. وبعد كده هندرس نوع من انواع المالتيبلكسنج اللي هو التايم ديفيجن مالتيبلكسنج. وبعد كده المفروض بقى دي هتبقى قرب نهايه الكورس هندرس اللاين كود والاي باتن. الجزء بقى الخاص بالباس باند موديوليشن والريجنريتيف ريبيتر هنشوف بقى في اخر محاضره ايه اللي هنديه ده بقى طبعا لاخر محاضره عندنا. الباس باند ديجيتال موديوليشن ده شبيه جدا ممكن يبقى ليه انالوجي بالانالوج موديوليشن انتوا خدتوه، يعني الاي اس كي دي هي اختصار لامبليتيود شيفت كي. اللي هي تناظر في الانالوج الامبليتيود موديليشن بانواعه اف اس كي اللي هي فريكوانسي شيفت كي اللي هي تناظر الاف ام موديليشن، بي اس كي اللي هي الفيز شيفت كي اللي هي تناظر الفيز موديليشن. بس ده عمليه موديليشن بتتم على ديجيتال داتا مش انالوج داتا زي ما شفتوا في الجزء الاولاني من الكورس. طب ده الكتابين اللي احنا هنستخدمهم في الكورس عندنا، هو كتاب الخاص بسايمون هايكن اللي هو كوميونيكيشن سيستمز، وكتاب الخاص بلاسي ودينج اللي هو مودرن ديجيتال اند انالوج كوميونيكيشن سيستمز. عندكم الكتابين دول سوفت كوبي؟ موجودين يا دكتور. طيب فدول اللي هنبتدي نستعملهم، هيبقى المسائل اللي في الشتات هتبقى مني جايه منها. تعال بقى نبتدي الاول اول جزء كده اللي هو السامبلينج بروسيس. لو سمحت يا دكتور معلش عندي سؤال بس. نعم. هو المحتويات اللي حضرتك لسه قايلها دي هناخدها في الثلاث محاضرات اللي جايين بس؟ ما انا قلت لك لو انت كنت حضرت من اول المحاضره لو في هنشوف لو في حاجه هتقع خلاص يبقى مش هقدر اديها. وان شاء الله لو انت مثلا في قسم اتصالات هتبتدي تاخدها في الكورس الخاص بالكوميونيكيشن سيستم 2 اللي موجود في الفول الجاي ان شاء الله. طب معلش بالنسبه للفاينل هيكون الجزء بتاع دكتور علاء موجود فيه ولا الجزء اللي حضرتك هتشرحه بس؟ لا طبعا الجزء بتاع دكتور علاء، يعني معقوله الست محاضرات مش هيبقى عليهم مسائل؟ لا يبقى عليهم مسائل زائد الجزء بتاعه. تمام. يعني فاينل اكزام انكلودنج 2 بارت الانالوج والديجيتال. تمام شكرا يا دكتور. تمام وطبعا هيبقى برضه مالتيبل تشويس. طب هو معلش يا دكتور سؤال بس صغير. نعم. هو بالنسبه للويت بتاع جزء حضرتك وجزء دكتور علاء هيبقى هو. بص طب انا ممكن صعب ان انا اجاوبك دلوقتي، خلينا بقى ما نخلص في اخر محاضره يعني اقدر اقول لكم لما نلصق مع الدكتور علاء. تمام شكرا يا دكتور. نعم. في حد تاني عنده اي اسئله؟ يا دكتور هو في حد يعني دلوقتي خدنا الانالوج، هو في حد بيبعت سيجنال بالانالوج على طريقه الانالوج يعني ولا لا؟ هو طبعا التليفون مش التليفون الراديو انالوج، يعني انت وانت راكب العربيه ولا معاك عندك راديو في البيت ده انالوج مش ديجيتال. اليو اتش اف اللي هو الرسائل بيسموه الاريال التلفزيون باستخدام الاير الخارجي او الداخلي، في منه انالوج وفي منه ديجيتال. يا دكتور وانا في حالات ابقى مضطر فيها ان انا استخدم الانالوج، طيب عشان يعني حاسس ان كل الحاجات بقت ديجيتال يعني في اخر كام سنه كده كله خلاص كله بقى ديجيتال، يعني محدش مضطر يستخدم الانالوج دلوقتي صح ولا؟ اه ده حقيقه، بس هو في بعض الايشوز ليها علاقه بالكومباتيبلتي ويز اكزيستنج سيستمز، يعني مثلا الراديو صعب انت تحوله ديجيتال، فمعنى كده ان انت هتغير كل اجهزه الراديو اللي في كل العربيات وفي كل البيوت، فده هيحتاج وقت طويل فانت مضطر تبعته انالوج لهذا السبب. برضه في الارسال التلفزيوني باستخدام الاير الخارجي مثلا او الاير الداخلي، في بعض الناس عندها تلفزيونات قديمه
فبيستخدموا انالوج، بيبعتوا لهم انالوج سيجنال. مع الوقت في التلفزيون ممكن تبقى اسرع شويه، لان التلفزيونات معظمها دلوقتي اتحولت تبقى هي شاشات الديجيتال، فممكن حتى بالاستخدام الايه الخارجي او الداخلي تبعت ديجيتال سيجنال او تستقبل انت ديجيتال سيجنال، فدي ما فيهاش مشكله يعني بالنسبه للتلفزيون. انما بالنسبه للراديو هي ده الايشو لحد الوقت ما اتغيرش. طب دكتور، هو انا مش مضطر برضو ان انا في الجهاز ده احول من انا لديجيتال والعكس ولا لا؟ فين في الاجهزه اللي بتستخدم ديجيتال دي مش مضطر ان انا احول لانالوج والعكس يعني كده ولا؟ يعني جهاز التلفزيون اكيد ما بيحول الديجيتال، لو من بيحول السيجنال من ديجيتال لانالوج، لان عشان انت تسمع الصوت على سبيل المثال لازم تحوله لانالوج سيجنال. بس انت هتيجي تحوله لانالوج سيجنال في اخر مرحله خالص جوه التلفزيون هتحولها ويز بيوريتي للصوت اعلى بكتير من انت تكون بعتها انالوج من اول الترانسميتر لحد عندك. يعني عمليه الارسال استخدم فيها الديجيتال، انما عمليه الاستقبال او ان انا افهم الداتا بقى عشان الانسان ما فهمش غير انالوج يعني فهتحولها في الاخر للانالوج، صح؟ صح صح تمام، شكرا لك. في حد تاني عنده اي اسئله؟ طيب نكمل بقى نشوف السامبلنج بروسيس. السامبلنج بروسيس هو سامبلي، انا دلوقتي عندي ازاي السيجنال بتاعتي انالوج سيجنال كده، انا عايز احولها ديجيتال، انا ما ينفعش احولها من انالوج ديجيتال وان ستيب، فانا احولها من انالوج ديجيتال عن طريق مينلي 3 ستيبس. اول ستيب فيهم هي السامبلنج بروسيس. السامبلنج بروسيس هي مينلي ان انا باخد سامبلز من الانالوج سيجنال دي بالمنظر ده، والسامبلز دي تعالى نقول كده في البدايه للتسهيل ان السيبريشن بينهم بيبقى يونيفورم ثابت. حتى لو انا مثلا بايديا وانا بكتب السيبريشن مختلف، ولكن السيبريشن في الحقيقه بيبقى ثابت. وكمتو تي اس اللي هو السامبلنج تايم او السامبلنج بيريد، تمام؟ طيب ده اول مرحله ان انا عايز اعملها لاي سيجنال، ان انا احول السيجنال الانالوج انها تكون سيجنال ديسكريت زي ما درسته بالظبط في السيجنال اند سيستم الترم اللي فات، ان انا بعمل بكون بحول السيجنال من انالوج سيجنال لديسكريت سيجنال. هنسمي الانالوج سيجنال دي جي اوف تي، واحول واسمي الديسكريت سيجنال جي دلتا اوف تي. ازاي احول بقى السيجنال من انالوج لديسكريت ده اللي هنشوفه دلوقتي. اهم حاجه ان السيبريشن بين كل سامبل والتانيه او كل امبلس والتانيه بيبقى قيمتها تي اس اللي هي بنسميها السامبلنج بيريد، تمام؟ واضحه كده؟ تمام يا دكتور. لازم بس واحنا بندرس السامبلنج ثيوري افكركم ان احنا لو عندنا سيجنال بريودك في التايم دومين بتتحول لايه في فريكوانسي دومين؟ لما اجي اعمل لها فوري ترانسفورم امبلس يتحول لديسكريت سيجنال discrete. ايوه ديسكريت سيجنال في فريكوانسي دومين. السيبريشن بينها في الفريكوانسي دومين بتبقى بتساوي الفاندمنتال فريكوانسي بتاعتها، صح؟ يعني انا دلوقتي عندنا بريودك سيجنال في التايم دومين تتحول لديسكريت سيجنال في فريكوانسي دومين. كيف الموضوع ده ان مايند ان احنا نستغل الديواليتي اللي موجود في فوري اناليسز، لان نشوف بقى بعد كده السبيكترم الخاص بالديسكريت سيجنال اللي موجوده في التايم دومين شكلها ايه.
انما في البدايه ان احنا كلنا عارفين لو احنا عندنا بريوديك سيجنال في التايم دومين تتحول لديسكريت في فريكوانسي دومين. هنشوف بقى الخاصيه دي مع الدواليتي مع الدواليتي اوف فوري ترانسفورم سيجنالز ازاي نقدر نعرف فريكوانسي فريكوانسي سبيكترم الخاص بالديسكريت سيجنال الموجوده في التايم دومين. تمام. وبرده هنبتدي نسال بعض سؤال، ايه هي السامبلنج ريت؟ ما معناه السامبلنج ريت اللي هي الاف اس اللي هي بتساوي 1 على تي اس؟ المفروض نتتبعها عشان نبقى عندنا سيجنال بتاعتنا الديسكريت سيجنال تبقى معبره بنسبه كبيره جدا عن الانالوج سيجنال وزاويه ان انفيرمنت. يبقى في دلوقتي تو كويتشن مارك اتفتحوا، ايه هي السبيكترم الخاص بالديسكريت سيجنال دي، وهو قيمه السامبلنج فريكوانسي او السامبلنج ريت اللي هي الاف اس اللي بتساوي تي اس عشان يبقى عندناش اي امبيرمنت في استقبال السيجنال في الرصيف. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى بقى نبتدي، اهو عندنا سيجنال، والسيجنال دي نعتبر انها ليها فاينايت انرجي. يعني ايه فاينايت انرجي؟ يعني بمنتهى البساطه جي سكوير اوف تي تكامل جي سكوير اوف تي من ناقص انفينيتي الانفينيتي دي تي اصغر من انفينيتي. يعني السيجنال جي اوف تي دي ليها فاينايت انرجي. وطبعا ممكن المعادله دي نوجدها برضه في فريكوانسي دومين، هيبقى برضه التكامل الجي اوف اف دي اف من ناقص انفينيتي بيبقى اصغر برضه من انفينيتي. طيب السيجنال دي ليها فاينايت انرجي، هنضرب السيجنال دي في ترين اوف امبلسز زي ما انتم شايفين كده. الترين اوف امبلسز دي البيريود بتاعتها بيساوي تي اس، والواحد على البيريود هي السامبلنج ريت عندنا. نتيجه ان احنا بنستخدم ترين اوف امبلس هنسمي السامبلنج ده انستانتينيوس سامبلنج. instantaneous sampling انه بيحصل في زمن السامبلنج، القيمه بتبقى بس اللي باخدها هي القيمه اللي عند ما وقت ما بيحصل الامبلس. تمام. لما نضرب التو سيجنالز دول في بعض بيوجد لي شكل السيجنال الديسكريت سيجنال دي. تمام. بيبقى الديسكريت سيجنال دي هنسميها بقى، بيبقى القيمة بتاعتها بتتحدد ب المكان اللي حصل فيه الامبلس، وهنسمي الديسكريت سيجنال جي دلتا اوف تي اللي هي دي كلها على بعضها اللي موجودة تحت، دي بتساوي ايه؟ infinite summation لي جي اوف ان تي اس في الدلتا اوف تي ناقص ان تي اس. يعني ايه الكلام ده؟ كل نقطه من دول واخده الامبليتيود بتاعت السيجنال هنا. يعني انا عملنا كورسبوندنج كده اهي، ده عند النقطه دي انا واخد مثلا لو اللي هنا الان بتساوي صفر وهنا الان بتساوي واحد وهنا الان بتساوي اتنين، يبقى انا واخد الامبليتيود بتاع السيجنال عن 2 تي اس. لو هنا يبقى انا واخد الامبليتيود بتاع السيجنال عند 3 تي اس. هنا مثلا عند ماينس 1 تي اس. وهنا عند ماينس 2 تي اس وماينس 3 تي اس، يبقى حسب الان تبقى بوزيتيف او نيجاتيف. يبقى الديسكريت سيجنال هي عباره عن دلتا فانكشن، والدلتا فانكشن دي تايم شيفت الدلتا فانكشن بمقدار ان تي اس، والان دي بقى بتبقى من ناقص ان بتبقى انتجر نمبر من ناقص انفينيتي الانفينيتي،
والدلتا فانكشن دي نضربها في قيمة السيجنال عند كل وقت وجود كل امبلس عندي. واضحة كده؟ دكتور بعد اذنك، هو انا مش المفروض عشان اعمل عملية السامبلنج لازم الجي اف تي تبقى بدأ من الصفر ومنتهي عند الصفر؟ مبدية عند الصفر ومنتهية عند الصفر ليه؟ او على الاقل الانرجي تبقى ليميتد، يعني انا شايف ان انا ماشي ده عندك حق. الانرجي انا قايل هنا ان عندي فاينايت انرجي، فممكن تكون انا واخد جزء من الاشاره بتاعتي، ممكن الاشاره بعد كده تقرب هنا من الصفر وتقرب هنا من الصفر، بس انا واخد جزء منها يعني. اه تمام، يعني دي مش الرسمه بتاعت الجي اوف تي كامله. تمام، اه مش كامله يعني، واخد بس عند زمن معين وبدرسه. تمام، شكرا دكتور. نعم، في عندي حد عنده اي اسئله تاني؟ طيب تعال اديكم لست كده 10 دقايق ونكمل ان شاء الله الساعه 6. شكرا.
السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. طيب نكمل بقى، خلاص وقفنا ان احنا دلوقتي قيمة الشكل. انتوا شايفين المحاضرة، شايفين البرزنتيشن صح؟ اه تمام يا دكتور. طيب دي كده شكل السيجنال بتاعتي اللي هي جي تلتا اوف تي، ودي الديسكريت سيجنال، وقلنا ان احنا عندنا انستانتينيوس سامبلينج، لان احنا بنعمل سامبلينج للاوريجينال سيجنال باستخدام امبلسز، يبقى احنا بنعرف قيمه، بناخد قيمه السيجنال عند منطقه نقطه كده اللي بيحصل ويبقى فيها وجود للامبلس عندنا. طبعا جي دلتا اوف تي دي بنسميها ذا ايديال سامبلد سيجنال، وهي بتبقى ديسكريت سيجنال. طيب كويس قوي، تعال بقى نشوف نتعامل مع جي دلتا دي. دي دلتا اوف تي دي هنشوف اول حاجه الفريكوانسي سبيكترم بتاعها ايه، وتاني حاجه زي نعمل ريكونستراكشن للديسكريت سيجنال عشان نحولها تاني للانالوج سيجنال بتاعتي. وانا بنعمل ريكونستراكشن هنشوف الكونديشن اللي المفروض يكون موجود على قيمه التي اس او السامبلنج ريت اللي هي اف اس اللي بيساوي على واحد على التي اس. وانا بقى بنشوف ندرس الكلام ده، افكركم بخاصيه بروبرتي معينه موجوده في الفوريير ترانسفورم اسمها الدواليتي. انتوا سمعتوا عن نظريه الدواليتي دي او خاصيه الدواليتي دي؟ اه يا دكتور خدناها في السجن. كويس جدا. الدواليتي دي بتقول ايه؟ مبادئ زي بدء، لو انا عندي سيجنال في التايم اكس اوف تي سمول هتتحول الفريكوانسي تبقى اكس كابيتال اوف اف. طيب تعالى نشوف، لو فرضنا ان الاكس اوف تي سيجنال بريودك زي ما احنا شايفين كده، السيجنال دي زي ما انتوا كنت قلتوا في الجزء الاولاني المحاضره، لو عملنا لها فوري ترانسفورم هتبقى ديسكريت سيجنال بالمنظر ده صح؟ اه تمام. الانفلوب بقى الخاص بالديسكريت سيجنال دي بيعبر عن ايه؟ المفروض عن الانرجي. ماشي، ده لو كملنا الانفلوب ده سكوير او ماجنيتيود سكوير دي اف هيدينا الانرجي، انما الانفلوب هو عباره عن الفوريير ترانسفورم الخاص بالسيجنال دي. سينك فانكشن يا دكتور. اه يا فرضنا ان احنا عندنا بالس تدينا سينك فانكشن، لو فرضنا، انما دي شكلها مش بالس بالشكل المفهوم، انما لو فرضنا ان احنا عندنا بالس كده لو عملنا لها فوريير ترانسفورم هتدينا السينك اللي انتوا خدتوها قبل كده. تمام، لو البالس دي بقت بريودك سيجنال الفوريير ترانسفورم مش هيبقى كونتينيوس سيجنال زي ما انتوا شايفين هنا، هتبقى ديسكريت سيجنال، والديسكريت سيجنال دي بيبقى الانفلوب بتاعها هو الفوريير ترانسفورم الخاص بالبالس دي. نفس الكلام ده هنا، لو انا عندي اي سيجنال بريودك تتحول في فريكوانس دومين لسيجنال ديسكريت، الانفلوب بتاعها هي بالظبط الفوريير ترانسفورم الخاص بالجزء ده. تمام، واضحه كده دكتور؟ هو في الجزء ده حول لفورير ترانسفورم وبعد كده حول لسامبلنج يعني ولا ايه؟ عشان بس مش فاهم قوي. انا بتكلم بصفه عامه، لو انا عندي من وجهه نظر السيجنال عندي سيجنال بريودك في التايم دومين باي شكل هتتحول لسيجنال شكلها ايه في الفريكوانس دومين؟ فور ديسكريت. تمام، السيجنال الديسكريت دي ليها انفلوب، الانفلوب الخاص بالسيجنال الديسكريت دي هيعبر عن ايه؟
المفروض يعبر عن الترانسفورم بتاع السيجنال الاصلي. ترانسفورم مش السيجنال الاصلي، الترانسفورم بتاع واحده من ال... يعني البيزك او الفاندمنتال بيريود بتاعي. اه ما بتتكرر يعني يا دكتور يعني. نعم بيريودك يعني يا دكتور، فهو بيعبر عن واحده بس يعني. ايوه بيعبر عن ايه؟ البيزك فاندمنتال، واحده من فاندمنتال بيريود بتاعي صح؟ اه تمام. طيب كده لحد دلوقتي متفقين على الكلام ده. طيب تعالى بقى دلوقتي لو فرضنا ان السيجنال دي الديسكريت دي عايز انقلها التايم دومين، لو انا عندي فرضنا ان في سيجنال في التايم دومين شكلها شكل السيجنال دي بالظبط اللي هي سيجنال الديسكريت دي، تمام؟ عشان اكون السيجنال دي تبقى موجوده في التايم دومين وذ ماثيماتيكالي سبيكينج يعني لازم احل كل اف احولها تبقى تي، يعني بدل هنا يبقى عندي بدل ما ده كان اف هيبقى هنا تي، بدل ما هنا دي كانت اف اس هتبقى هنا تي اس. يبقى انا لو نقلت السيجنال دي هي هي وديتها التايم دومين بتحويل كل اف بتي، يبقى نتوقع ان السيجنال بقى فوري ترانسفورم بتاع السيجنال دي هيبقى شكله ايه في الفريكوانسي دومين؟ البريودك. صح تمام، هتبقى بريودك سيجنال، هتبقى بريودك سيجنال. وفي الحاله دي لما نستخدم الديواليتي بروبرتي اكن كل سيجنال من كل تي هنا هتتحول تبقى ماينس اف، بس هنا نتيجه ان السيجنال بتاعتي كانت ايفن فما فرقتش شكلها خالص، نتيجه ان السيجنال ايفن سيجنال فهي السيجنال ما فرقتش شكلها خالص. ويبقى السيجنال الديسكريت في التايم دومين بتتحول لسيجنال بريودك في فريكوانسي دومين. طيب البيزك بيريود ده اللي انا عمال اعمل عليه بعمل عليه باللون الاحمر ده بيعبر عن ايه للسيجنال بتاعتي؟ ده بيعبر عن الفوري ترانسفورم الخاص بالانفلوب الخاصه بالديسكريت سيجنال. يبقى الانفلوب الخاص بالديسكريت سيجنال الفوري ترانسفورم بتاعها هي البيزك بيزك بيزك سيجنال اللي موجوده في البيريود بتاعتي، والسيجنال بتاعتي بقى بتتكرر كل سامبلينج ريت اف اس. واضحه كده؟ دكتور انا مش فاهم الماينس بتاعت الاف دي جت منين. ده قانون الديواليتي لو انت أيوة بس استعرف قانون الديواليتي، بس انا مش عارف هو جاي منين يعني في الرسم. لا هو مش جاي منين، هو وجوده في الرسم ما اثرش كتير لان السيجنال ايفن، انما لو كانت السيجنال الاساسيه اود كانت حصلت النيجاتيف فريكوانسي اكسس هيبقى السيجنال فيه ماينس البوزيتيف فريكوانسي اكسس، ولكن نتيجه ان السيجنال بتاعتي ايفن فما حصلش اي فرق خالص في شكل الاشاره بتاعتي. واضحه كده؟ هي لو الاشاره دي مثلا كانت شبه القزح كانت شبه الساين كده كان الجزء السالب هيجي مكان الموجب والعكس. اه كان في الحاله دي بقى لو، بس دي ما بتحصلش في الحقيقه ان الريال تايم سيجنال ما تبقاش شكلها كده، انما لو فرضنا يعني ماثيماتيكال سبيكينج كانت السيجنال البريودك شكلها مثلا كده، دي سيجنال مثلا بريودك بتاعتي خلاص، لما اجي احولها هنا هستبدل كل تي بماينس اف، هستبدل كل تي بماينس اف يعني اكني الفف السيجنال دي حوالين نفسها، هتبقى عامله كده دي كده مع الاف، تمام معايا كده؟
تمام دكتور. ولكن يعني الحكايه دي بتبقاش موجوده في الريال تايم سيجنال، يعني عشان تبقى النقطه دي واضحه، دايما الريال تايم سيجنال الفوري بتبقى سيمتريك حوالين الفريكوانسي اكسس، فالحكايه دي ما بتظهرش في الريال تايم سيجنالز اللي احنا بنتعامل معاها. يعني بس النقطة الأساسية اللي أنا عايز انفصايز عليها إن الجزء ده السيجنال هنا السيجنال اللي حوالين الزيرو فريكوانسي اللي هي اللي هي بتعبر عن الفاندمنتال بيريود بتاعتي هي بالظبط الفوريه ترانسفورم الخاص بالانفلوب الخاص بالديجيتال الديسكريت سيجنال دي. تمام كده يا دكتور؟ هو الجزء ده استفيد منه فيه، يعني الجزء اللي هو انا عرفت من الانفلوب ده عباره عن الفوريه ترانسفورم بتاع البيزكس بتاع الفانكشن. هنشوف ان يعني واحنا بنشرح هنعرف ان نستفيد منه في ايه. اصبر شويه واحنا هنعرفها يعني دقيقتين كده. طيب ماثماتيكال سبيكينج بقى، لو احنا كتبنا الجرافيكال عبرنا عن الجرافيكال ريبريزنتيشن دي بمعادلات، فلو انا عندي اي بيريودك سيجنال اكس اوف تي ناس ام تي اس الفوريه لو فوريه ترانسفورم بتاعها عباره عن ديسكريت سيجنال بالمنظر ده اللي هي طبعا دي من قواعد الفوريه ترانسفورم ان انا بضرب اف اس في انفينايت سميشن اكس اوف ان اف اس في دلتا اوف اف ناقص ان اف اس بالدواليتي، لو السيجنال دي اتحولت بقت في التايم دومين هنا يبقى كل اف هنستبدلها بتي يبقى تي اس في سميشن اكس كابيتال اوف ان تي اس في دلتا اوف تي ناقص ان تي اس، هيبقى الفوري ترانسفورم بتاعها عباره عن بريودك سيجنال اكس اوف اف ناقص ام اف اس. طيب دكتور معلش في السلايد اللي فاتت لما احنا جينا ضربنا الاف اس يعني انا مقتنع ان احنا هنضرب الديسكريت في الدلتا، جت منين الاف اس دي يعني في اول سطر في القانون؟ دي جت منين هنا؟ معلش. طيب ماشي، دي انتوا المفروض تكونوا خدتوها في السيجنال. اي بريودك سيجنال اي بريودك سيجنال بتساوي لو انت عايز تجيب لها فوري ترانسفورم فهي بتبقى عباره عن حاصل ضرب السامبلنج فريكوانسي اللي هي الاف اس اللي هي واحد على تي اس مضروبه في السامبلنج او ديسكريت تيرم الخاصه بفوري ترانسفورم للسيجنال الاساسيه. ثاني اي اللي هي واحد على البريودك. نعم اللي هي الواحد على ال ممكن تعتبر اف اس دي كانت الواحد على البريود، ما هي ده البريود بتاعي. تمام، بس ده البريود بتاعي جوه لما يحصل ديسكريت مش لما يحصل مش وانا في التايم دومين. طيب حلو السؤال ده. انا هنا بعبر عن السطر الاولاني، السطر الاولاني بعبر عنه اللاين الفيجر اللي موجود هنا اللي بين المربع ده. انت عندك سيجنال بريوديك اهي، البريوديست بتاعتها بتساوي ايه؟ اللي هو اللي في التايم دومين ولا الفريكوانسي؟ في التايم دومين البريوديست بتاعتها بتساوي ايه؟ هتساوي اف نوت يعني او تي نوت بقى. ايوه انا هنا مسميها تي اس، انا مسميتها تي اس. تمام، بس كده انا بعمل سامبل لكل تي نوت صح كده؟ يعني التي سامبلنج بتساوي التي نوت يعني ولا ايه؟ ممكن، بس يعني عشان ماشي انت لو قصدك كده ماشي، بس انا ليه سميتها تي اس؟ عشان يبقى مقاربه في الذهن مع السامبلنج جريد، فانا عايز بس اقرب المفهومين من بعض. يعني انا ممكن كنت اقول لك هنا بدل تي اس تي نود وهنا بدل اف اس اف نود اللي انتوا خدتوها في السيجنال بالظبط صح؟ تمام، ولكن هي في النهاية ده نوتيشن، أنا بدي رمز، ممكن واحد يسميه تي نود ممكن واحد يسميه تي اس واتيفر، المهم الرمز ده بيعبر عن إيه؟
تمام، ان التي نوت او الاف نوت بتعبر عن الفريكوانسي اللي في التايم دومين، فلما احنا ضربنا هنا واحد على البيريود فهي بقت اف اس اللي هي الفريكوانسي بتاعت السيجنال يعني في التايم دومين، صح؟ ايوه او كده في الفريكوانسي يعني. هي مش هتفرق معني. تمام شكرا. طيب يبقى الديوانتي بتقول ايه بقى؟ ان سامبلنج سيجنال في التايم دومين ليها الافكت ان انا بخلي السبيكترم بريودك في فريكوانسي دومين. دي نقطه مهمه جدا في السامبلنج ثيوري، لو احنا ما خدناش بالنا منها كل المفاهيم ونايكوس كرايتيريا وكل حاجه بعد كده مش هتبقى واضحه. بيزد على الديوانتي ان انا نتيجه ان انا عملت سامبلنج للسيجنال في التايم دومين فانا اكن حولت السيجنال دي بريودك في فريكوانسي دومين. واضحه النقطه دي؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى الكل جي اوف تي لو هي فريكوانسي ريسبونس بتاعتها جي اوف اف، جي كابيتال اوف اف، يبقى في الحاله دي لو البيزك سيجنال بتاعت قبل السامبلنج هي جي اوف تي وفي الري ترانسفورم بتاعتها جي كابيتال اوف اف، الديسكريت سيجنال بقى اللي هي جي تلت اوف تي اللي هي بتساوي السميشن ده الفوريه ترانسفورم بتاعته هيبقى بريودك سيجنال حاصل ضرب الاف اس اللي هي السامبلنج ريت في جي كابيتال اوف اف ناقص ام اف اس. ايه جي كابيتال دي؟ هي فوريه ترانسفورم للبيزك سيجنال بس نتيجه انها بقت بريودك فانا اكن الفوريه ترانسفورم للبيزك سيجنال هعمل لها تكرار يمين وشمال بريت يساوي اف اس. تمام تمام يا دكتور. طيب يبقى البروسيس اوف يونيفورم سامبلينج كونتينوس تايم سيجنال ليها فاينايت انرجي تبقى الريزلت بتاعتها ان انا يكون عندي بريودك سبيكترم البريودستي بتاعتها ايكوال للاف اس اللي انا ذكرتها هنا. تمام؟ طيب تعالوا بقى احنا كده جبنا الفوريه ترانسفورم جي دلتا اوف تي الفوريه ترانسفورم بتاعتها. طيب الجي دلتا اوف تي دي ممكن اجيب لها فوريه ترانسفورم بتاعتها باسلوب تاني. هستخدم حاجة انتوا خدتوها برضو في السيجنالز اند سيستم اللي اسمها ديسكريت تايم فوريه ترانسفورم. في الديسكريت تايم فوريه ترانسفورم ممكن اقول ان جي دلتا اوف تي دي كديسكريت سيجنال عايز اجيب لها الديسكريت تايم فوريه ترانسفورم يبقى جي كابيتال دلتا اوف اف. بتساوي ايه بقى؟ بتساوي انفينيت سميشن من ان بتساوي ماينس انفينيتي انفينيتي جي ان جي اوف ان تي اس مضروبه في اكسبوننشال ماينس 2 باي ماينس جي 2 باي ان في الاف في التي اس. الترم ده جاي منين الاكسبوننشال ده؟ انتوا خدتوا في السيجنال اند سيستم ان الدلتا فانكشن الفوري ترانسفورم بتاعها ايه؟ هي اكسبوننشال فانكشن صح؟ اي تايم شيفت الدلتا فانكشن الفوريه ترانسفورم بتاعتها هي اكسبوننشال ناقص جي 2 باي ان في الاف في التي اس صح؟ خدتوا الحكايه دي ولا ما خدتوهاش؟ تمام يا دكتور خدناها. يعني لو انت عندك دلتا اهي والدلتا دي موجوده عند ان تي اس الفوريه ترانسفورم بتاعت الدلتا دي عباره عن اكسبوننشال ناقص 2 باي في الاف في قيمه الشيفت اللي هي ان تي اس. يبقى بنفس الكلام هنا لو بصينا على المعادله بصينا على المعادلة دي وعايز اجيب لها الديسكريت تايم فوري ترانسفورم فالجي سمول دلتا اوف تي تتحول لجي كابيتال دلتا اوف اف والدلتا دي اوف تي ناقص ان تي اس تتحول للاكسبوننشال تيرم ده
الترم ده مش هيتحقق ملوش اي تحويل، ان الترم ده مش فانكشن في التايم، لانه ده ديسكريت سيجنال، اكن انا دي كونستانت فاليو مضروب في قيمه الدلتا فانكشن، فينزل زي ما هو خالص. ده الامبليتيود، ممكن نسميه الامبليتيود الخاص بالدلتا فانكشن او السكيلينج الخاص بالدلتا فانكشن، فده قيمه كونستانت فهتنزل زي ما هي مش هتتغير. تمام كده دكتور؟ هو هنا الامبليتيود بتاع الجزء ده متغير صح؟ اللي هو ايه الـ G of NTS؟ هو لو انت بتفكر فيها انها جاية من الدلت من continuous time signal فهي متغيرة نتيجة انا بعمل sampling عند اي جزء في continuous time signal. انما لو انت فكرت كده بداية تفكيرك ان انت عندك discrete signal والdiscrete signal شكلها كده، وعايز بقى تجيب الديسكريت تايم فوري ترانسفورم ليها، خلاص انت مش هتفكر ان الديسكريت دي جايه منين. انت عندك شويه امبلسز، كل امبلس سكيلد بالقيمه دي، مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا، هي دي اللي بتغير السكيلنج الخاص بالامبلس، وانت عايز تجيب الفوري ترانسفورم بتاعتها. فانت سيمبلي بتقول ان الدلتا فانكشن دي الفوري ترانسفورم هي عباره عن اكسبوننشال مضروبه في قيمه السكيلينج فاكتور اللي هي جي اوف ان تي اس. تمام دكتور، شكرا. العفو. تمام، فانا كده تعال نمسح الكلام ده. يبقى الكومبلكس فوري عباره جي دلتا اوف اف دي هي عباره عن حاصل ضرب الامبليتيود الخاص بالسامبلينج الخاص بالجي ان اوف تي اس اللي هي قيمه السيجنال عند السامبلز بتاعتي شكلها ايه. تمام، ودي نسميها هنا من لو خدنا مفهوم خاص بالديسكريت تايم فورير ترانسفورم ده بنسميه الاكسبانشن كوفيشنت، يعني قيمه الاكسبانشن عند كل امبلس بتحدد باندكس ان قيمتها قد ايه. طيب تعالى كده نثبت معلومه في البدايه، ان الجي اوف تي دي باند ليميتد. يعني ايه بقى جي اوف تي باند ليميتد؟ الجي اوف تي باند ليميتد يعني لو انا جبت لها فوري ترانسفورم فهي هتبقى محدوده بفريكوانسي سبان معينه، بباند بفريكوانسي سبان معينه مش هتطلع براها خالص. يبقى كلمه ان السيجنال عندي تبقى باند ليميتد يعني لو انا عملت لها فوري ترانسفورم هتبقى محدوده ب ليميت معين زي ما احنا شايفين هنا، اقصى باند ويدث عندي هي الدبليو، بعد كده مفيش سيجنال موجوده خالص. يبقى البيس باند سيجنال بتاعتي الباند ويدث بتاعتها هي الدبليو ومفيش سيجنال موجوده بعد كده خالص. ده مفهوم ان السيجنال دي باند ليميتد، والباند ليميتد السيجنال دي دايما بتظهر مع ان يكون السيجنال دي ليها فاينايت انرجي. طيب دي السيجنال الأساسية بتاعتي، لما عملت لها فوري ترانسفورم طلعت الشكل ده. تمام؟ طيب أنا بقى دلوقتي عندي سؤالين، أول سؤال أنا هختار الـ FS بكام؟ عشان احول السيجنال دي من انالوج لديسكريت وزود اني امبيرمنت في السيجنال عندي. ده اول سؤال. تعال نشوف اول سؤال ده، حد فيكم يقدر يقول لي اختار قيمه الاف اس بكام من الشكل اللي قدامنا ده؟ دكتور هي المفروض تبقى اقل حاجه عشان اقدر اجيب كل تفاصيل السيجنال يعني. طيب تبقى بكام بقى؟
خلي في بالك ان انا عايز لما اجي هعمل ديسكريتايزيشن هيبقى عندي مثلث ثاني هنا اهو، بس تعالى نسيبه بنفس الشكل. ومثلث ثاني هنا، ومثلث كمان هنا، ومثلث ثاني هنا. المسافة ممكن مثلا نخليها دبيعه الاثنين. طب خلينا بقى مع بعض. اما دي الـ في فريكوانسي بين دي مش بتساوي الاف اس صح؟ طب الاف اس هنا بتساوي كام بقى من الرسمه؟ بتساوي 2 دبي صح. والحقيقه الاف اس بتساوي 2 دبليو ده اقل سامبلنج ريت ممكن اعمل بيه سامبلنج للسيجنال بتاعتي عشان ما يحصلش اي ديستورشن للسيجنال. يبقى انا لو عندي ده باند ليميت السيجنال اقل سامبلنج ريت عشان ما يحصلش ديستورشن للسيجنال يساوي 2 دبليو، يعني 2 الباند ويث الخاص بالباند ليميت السيجنال بتاعتي. واضحة النقطة دي؟ دكتور هو ده جنرال لأي سيجنال عامة؟ أيوة لأي باند ليميت السيجنال، لأي باند ليميت السيجنال. تمام؟ يا دكتور هو معنى كده إن أنا عند كل 2 دبليو عامل إمبلس كده صح؟ لا مش إمبلس. يعني لا يبقى في التايم دومين يبقى 1 على 2 دبليو. تمام في التايم دومين لو عندي سيجنال كده مثلا يبقى مسافه بين دي ودي 1 على 2 دبليو. طيب لو فرضنا ان واحد قال طب ليه يعني كده ما دخل الدنيا في بعضها، يعني ممكن واحد يقول لك طب ما دي السيجنال الاساسيه كده اهي، ما لو انا اخترت اف اس كده ايه اللي هيحصل؟ انا ممكن اختار الاف اس يبقى اصغر من، يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ هيبان بقى ما اجي نعمل ريكونستراكشن للسيجنال تاني عشان في الريسيفر اقدر استقبلها بطريقه سليمه. الجزء التداخل ده اللي بنسميه اليزنج بروبلم هيؤدي المشاكل كبيره في السيجنال تمام، وهيؤدي ان انا بيبقى السيجنال بتاعتي هيحصل فيها ديستورشن عالي، فلذلك انا لازم اتجنب ان الاف اس تبقى دايما اصغر من 2 دبليو. تقصد صح؟ لازم اتجنب انها تكون اصغر من 2 دبليو، يعني لازم الاف اس تكون دايما اكبر من 2 دبليو، اكبر من او يساوي عشان يبقى الكلام واضح ودقيق. واضح كده؟ دكتور حضرتك كاتب في الرسم ان هي يعني دي الرسمة عندي لما تكون الـ F S. دي كيس انا مش عايزها. تمام؟ معايا؟ يا دكتور حضرتك يعني المفروض كده اقل حاجه المفروض الاف اس تبقى بتساوي 2 دبليو صح؟ ايوه. يبقى لازم ناخد من هنا لو عندنا اي باند ليميت السيجنال، وبعد كده اشوف لو عندنا اي جنرال سيجنال، بس خلينا ناخد لو عندنا اي باند ليميت السيجنال. الباند الاكس يعني كومبوننت دبليو بيبقى السامبلنج فريكونسي بيساوي اكبر من يساوي 2 دبليو عشان اقدر اعمل سامبلنج للسيجنال دي بطريقه سليمه وما يحصلش اي امبيرمنت او اي بروبلم وانا ببعت السيجنال دي. واضحه كده؟ تمام يا دكتور. ماشي. طيب تعال بقى نكمل. طيب خلاص يبقى احنا دلوقتي تعالى ناخد ان من الكونديشن اللي احنا خدناه ان هناخد ان تي اس بيساوي 1 على 2 دبليو، وانا كانت المعادله في السلايد اللي فاتت كانت جي اوف ان تي اس
يبقى انا اشيل التي اس واحط بدلها واحد على 2 دبليو زي ما انت شايفين هنا. وكانت عندنا هنا اكسبوننشال، جوه الاكسبوننشال في جي 2 او ماينس جي 2 باي في الان في الاف في التي اس، فانا اشيل برضو التي اس واحط بدلها واحد على 2 دبليو، فيبقى عندي جي دلتا اوف اف بالمنظر ده. تمام. طيب واضحة لحد كده؟ حد هنا الدنيا واضحة؟ تمام يا دكتور. طيب أنا بقى كنت برضو في لما جينا عملنا فوريه ترانسفورم باستخدام الدواليتي بروبرتي، كنت قلت إن الجي دلتا اوف اف بتساوي اف اس في سميشن جي اوف اف ناقص سميشن ده على ام مثلا ناقص انفينيتي الانفينيتي ناقص اف ام اف اس. تمام. طيب تعال نفك السميشن ده هنا، فهنقول ان جي دلتا اوف اف باستخدام المعادله اللي انا كاتبها فوق دي، لو حطينا ان الام بصفر يبقى عندي اف في جي اوف اف، الام بصفر يبقى انا عندي السيجنال الاساسيه بتاعتي اهي. اللي هي فوري ترانسفورم دي الاوريجينال سيجنال بتاعتي. بلس بقى بقيه الترمات بتاعت السميشن اللي هي سميشن من ام بيساوي ناقص انفينيتي الانفينيتي، وطبعا does not include الصفر لان حطيته لوحده، للاف اس مضروبه في الجي اوف اف ناقص اف اس. طيب لو فرضنا دلوقتي ان انا somehow حطيت فلتر هنا، الفلتر ده لو باس فلتر ياخد بس السيجنال دي، هيبقى الجي دلتا اوف اف نتيجة وجود الفلتر ده هيساوي اف اس في جي اوف اف، صح كده؟ هو دكتور ممكن بس معلش اللي هو من بداية الجي دلتا اوف اف بتساوي اف اس جي اف، دي الحتة دي جت منين؟ الجزئية دي انا مش عارف. المعادلة دي؟ اللي هي تاني معادلة. تاني معادله، المعادله اللي فوق اللي انا كاتبها دي باستخدام الدواليتي ريليشن، انا قلت ان الفوري ترانسفورم لاي ديسكريت سيجنال بيساوي اف اس في بريودك سيجنال. خلاص معايا؟ تمام ماشي. البريودك سيجنال هي اكن السبيكترم بتاع الاوريجينال سيجنال بس بقى موجود متكرر كل اف اس، فيبقى في سميشن من ناقص انفينيتي الانفينيتي جي اوف اف ناقص ام اف اس، صح كده؟ تمام. لو خدت من السميشن ده ترم واحد في الاول ان الام بتساوي الصفر، فجيت السميشن ده خدت منه الترم ده هيبقى الام بتساوي الصفر، يبقى معنى كده عندي اف اوف اس في الجي اوف اف اهي. تمام. زائد بقيت بقى الترمات السميشن لما اللي هي جي اوف اف ناقص ام اف اس والام لا تساوي الصفر، صح كده؟ تمام. طيب تعالى بقى دلوقتي لو فرضنا ان انا بعت الديسكريت سيجنال دي بشكلها الحالي، واجي في الريسيفر حطيت فلتر حوالين المنظر ده كده لو باس فلتر، الباند ويث بتاعته دبليو، الفلتر ده هيكنسل كل الترمات دي، كل البريودستي اللي موجوده يمين وشمال، البريودك شيبس اللي موجوده يمين وشمال، يبقى اللي هيطلع فين بعد الفلتر ده ايه؟ هيطلع ان انا عندي جي دلتا اوف اف بيساوي الاف اس في الجي اوف اف، صح؟ تمام. يبقى ممكن اكتب ان جي اوف اف في النهايه بيساوي ايه؟ 1 على 2 دبليو في جي دلتا اوف اف. يبقى أنا لو حطيت فلتر لو باس فلتر ياخد يشيل كل بريودك سيجنال دي
ممكن اعمل ريكونستراكشن للسيجنال بتاعتي، بس السيجنال بتاعتي بقت دلوقتي بتساوي جي دلتا اوف اف بس مقسوم على 2 دبليو. حتى لو انا قسمتها على 2 دبليو دي مش مشكله كبيره، ان ده امبليتيود مش هيفرق معايا في حاجه. تعالى بقى نكمل. طيب تعالى نرجع تاني للانفاينايت سميشن اللي موجود هنا. لو انا برضو حاطط فلتر، الفلتر ده الباندويث بتاعته دابيو، يبقى في الحاله دي جي دلتا اوف اف دي بتساوي ايه؟ بس جي دلتا اوف اف بيساوي، ممكن اجيبها بدلاله الجي اوف اف بالمعادله دي، اشيل الجي دلتا اوف اف واقول انها بتساوي 2 دبليو في الجي اوف اف. خلاص، يبقى انا لو حاطط فلتر برضه لو باس فلتر، لو باس فلتر الباند ويث بتاعته دبليو، هيبقى جي دلتا اوف اف دي اللي انا حط، اللي انا المعادله دي، تعالى بس عشان نقف عند المعادلة بس اللي احنا هنشتغل عندها دي. لو انا حطيت الفلتر هيبقى جي دلتا اوف اف دي هتتحول انها بتساوي 2 دبليو في الجي اوف اف. وفي الحالة دي اقدر اقول ان الجي دلتا اوف اف بيساوي جي اوف اف في ال 2 دبليو، يبقى 2 دبليو في الجي اوف اف بيساوي الانفاينايت سيريز دي. لو قسمت على 2 دبليو يبقى معنى كده ان جي اوف اف بيساوي 1 على 2 دبليو في السيريز دي. طيب هنا بقى السؤال المهم، يبقى السيجنال بتاعتي هقدر اجيبها بدلاله الديسكريت سيجنال لو السامبلنج ريت بتاعي حقق كونديشن ان الاف بيساوي ال اف اس بيساوي 2 دبليو. اذروايز هتلاقي ان لو انا حطيت لو باس فلتر فهيبقى جزء من الهاي فريكوانسي كومبوننت السيجنال الاساسيه دخلت مع اللو فريكوانسي كومبوننت عندي، ودي هشرحها لكم السلايد الجايه ان شاء الله. بس قبل ما اشرح الحته دي، في حد عنده اي اسئله؟ تاني، المعادلة الأخرانية اللي أنا وقفت عندها بتقول إيه؟ بتقول النتيجة إن أنا حطيت لو باس فلتر فبقت الفوري ترانسفورم للأكشوال أنالوج سيجنال بقت بيساوي 1 على 2 دبليو سميشن من ناقص إنفينيتي لإنفينيتي g of n على 2 w في الاكسبوننشال ماينس g n في f على w. المعادلة دي هتطلع لي g of f صح، ما فيهاش فيها اي اليزنج بروبلم، لما يكون ال f s اكبر من او يساوي 2 w. تمام، واضحة كده دكتور؟ هي الجي في الاكسبوننشال ده جاي من اللي هو الديسكريت لما انا ضربته في السيجنال، صح؟ ايوه صح. تمام، في حد عنده اي اسئله؟ طيب يبقى ان جنرال جي اوف اف بتيجي من فوري ترانسفورم للاوريجينال سيجنال بتاعتي. وطبعا لو انت حتى بصيت على المعادله دي، لو انتوا بصيتوا على المعادله دي، المعادله دي انتوا خدتوها في سيجنالز، دي كانت معادله الديسكريت تايم فوري ترانسفورم. يبقى معنى كده ان حتى الاوريجينال سيجنال بتاعتي ممكن اجيبها من الديسكريت سيجنال لو انا اوبي الكونديشن ان الاف اس بيساوي على الاقل 2 دبليو، وانا حاطط في النهايه في الريسيفر فلتر عشان الباند ويث بتاعته بيساوي دبليو
عشان ياخد السيجنال ياخد البيزك بيريود بتاعتي ويقدر يعمل ريكونستراكشن ويوجد قيمة الجي اوف اف بطريقة سليمة. تمام كده؟ حد عنده اي اسئلة؟ طيب لو كانت الجي اوف تي ريليتد للجي اوف اف بانفرس فوريه اناليسيس، يعني انا عندي جبت جي اوف اف دلوقتي، انا هنا جبتها ايه عن طريق ديسكريت تايم فوريه ترانسفور ريليشن، يبقى انا جبت السيجنال جي اوف اف لما انا استقبلتها في الريسيفر بقت المعادله بتاعتها اكن معادله ديسكريت تايم فوريه ترانسفور. خلاص؟ طب الجي اوف اف اللي انا جبتها دي المفروض لو عملت لها انفرس فوريه ترانسفورم تطلع لي الجي اوف تي اللي هي البيزك مسج او السيجنال الاساسيه بتاعتي. طيب لو هي طلعت الجي اوف تي بطريقه سليمه يبقى معنى كده ان السامبلز اللي خدتها عشان اعمل سامبلنج للجي اوف تي كانت مختارينها بكونديشن مظبوط ان السامبلنج ريت بيساوي 2 دبليو، وفي الحاله دي بقت الجي السامبلز او الديسكريت سامبلز دي بقت بتعبر عن الداتا بتاعتي تعبير كامل. تمام؟ خلينا بس نخلص الاذان يخلص وارشح الحته دي مره ثانيه. نرجع مرة تانية. دلوقتي الجي اوف اف دي في الريسيفر عندي جات نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا حطيت فلتر حوالين البيزك بيريود بتاعي، فالفلتر ده جاب لي الجي اوف اف بدلالة انفاينايت سيريز للجي اوف ان على 2 دبليو في الاكسبوننشال فانكشن. طيب الجي اوف اف دي هي لو انا عملت لها انفرس فوريه ترانسفورم هتطلع لي الجي اوف تي اللي هي البيزك انالوج سيجنال. لو اخترت ان الاف اس بتساوي على الاقل 2 دبليو، الجي اوف تي دي اللي انا هستقبلها في النهايه اللي هي متعبر عنها بالسامبلز الانفاينايت سامبلز دي، لو اخترت ان السامبلنج كونديشن ان الاف اس اكبر من او يساوي 2 دبليو، هتلاقي ان السامبلز دي هتعبر تعبير كامل عن الجي اوف تي، هتعبر تعبير كامل عن الجي اوف تي وهيبقى ما فيش اي ايرور موجود عندي خالص.
واضحة الحكاية دي؟ لو حد عنده أي أسئلة يسألني. طيب خلاص نشوف كده اللي فاضل ايه. طيب احنا خلينا نقف عند السلايد دي، ودي كانت تبقى اخر سلايد عندنا. ازاي بقى نرجع تاني لمفهوم السيجنال ريكونستراكشن؟ دلوقتي الجي اوف تي هي الانفس فور ترانسفورم الجي اوف اف، ده باي ديفولت ان السيجنال جي اوف تي بفوري اناليسيس هي الانفس فوري ترانسفورم للجي اوف اف، اللي هي ال جي اوف تي هي الانالوج سيجنال والجي اوف اف هي بالظبط الفوري اللي انا جبتها عن طريق ديسكريت تايم فوري ترانسفورم. طيب الجي اوف اف دي لما انا ابلاي الفلتر دلوقتي، تعال نرسم تاني ادي السيجنال اهي، وانا حطيت فلتر خدت السيجنال دي بس، وهنا دبليو وهنا ماينس دبليو خلاص، ودي السيجنال اللي انا خدتها فقط. وانا قلنا ان الجي اوف اف بقت المعادله بتاعتها نتيجه ابلاينج الفلتر دي بيساوي 1 على 2 دبليو انفاينايت سيريز للجي اوف ان تي اس مضروبه في الاكسبوننشال فانكشن. والمعادله دي بتاعت الجي اوف اف دي بقت اكنها معادله اللي هي بنجيب بيها الديسكريت تايم فوري ترانسفورم لاي ديسكريت سيجنال، والديسكريت سيجنال هي اللي متعبر عنها بالجي اوف ان تي اس. فانا سيمبلي هشيل الجي اوف اف واحطها هنا اهي جوه معادله الفوري انفرس فوري ترانسفورم. انا عندي هنا حاجتين، عندي سميشن انفاينايت سميشن وعندي تكامل. ممكن في الماثماتكس اسمبلي ممكن اعمل تبديل، يعني بدل ما اعمل التكامل وبعد كده بدل ما اعمل السميشن وبعد كده اعمل التكامل، ممكن ابدل اعمل التكامل وبعد كده اعمل السميشن. فانا كده ممكن اطلع التكامل، ادخل التكامل ابدله مع السميشن، فيبقى التكامل دلوقتي موجود هنا على الترمات دي، والسميشن اي حاجه مش هنكمل عليها تعتبر ثابت بالنسبه للتكامل، اطلعها بره التكامل تكون جوه موجوده مع السميشن. يبقى دلوقتي انا هعمل سميشن على الترمات دي كلها. يبقى انا اول حاجه هعمل التكامل ده، وبعد كده هعمل بقى موجود قيمه التكامل هضربه في القيمه دي واعمل السميشن من ان بيساوي ناقص انفينيتي الانفينيتي. طيب التكامل ده هيدينا معادلة انتوا خدتوها كتير جدا في السيجنالز، هتدينا معادلة ساين حاجة على نفس الحاجة اللي تدينا في الاخر سينك فانكشن بالمنظر ده. يبقى انا عندي الجي اوف تي هي عبارة عن ايه؟ السي الانفاينايت سيريز للجي اوف ان على 2 دبليو، جي اوف ان على 2 دبليو مضروبه في سينك 2 دبليو في تي ناقص ان. حد يقدر يقول لي المعادله دي شافها فين قبل كده في السيجنالز؟ حد يقدر يقول لي؟ مش عارفين يا دكتور والله. مش انتوا خدتوا الكونفوليوشن ديسكريت تايم كونفوليوشن؟ اه خدنا الكونفوليوشن. هو الكونفوليوشن عباره عن ايه؟ لو انا عندي جي اوف ان كونفوليوتد مع مثلا اتش اوف ان، المعادله دي بتاعت الكونفوليوشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن، لو دي ديسكريت فاليوز جي اوف ان في اتش اوف
M minus N صح؟ تمام ماشي. والسميشن ده طبعا على الايه؟ هيكون على طبعا دي G of M في H of M of N minus M sorry H of N minus N. وطبعا السميشن ده على الام. فنفس الكلام انت عندك اهو جي اوف ان وانا بعمل سميشن على الان اهي مضروبه في ان اوف ان دبليو تي اكنها هي الترم ده ماينس ان. فانا اكن بعمل كونفوليوشن للسيجنال الديسكريت سيجنال مع سينك فانكشن. اكن بعمل كونفوليوشن للديسكريت سيجنال مع sync function. تاني لو انا عندي لو انا بصيت على ال g of t دي ال g of t دي اكنها convolution ل ال g delta ال انها convolution ل مجموعة من ال impulses اللي هي جي اوف ان على 2 دبليو مع سينك فانكشن قيمه فانكشن 2 دبليو في تي. تمام. يبقى كان بعمل كونفوليوشن في التايم دومين الكونفوليوشن اكنه في فريكوانسي دومين اكن بعمل ملتيبليكيشن. فانا كون ان انا ضربت في معادلة لو باس فلتر زي ما انتم شايفين هنا فالترجم في التايم دومين اكن بعمل كونفوليوشن بين الامبلس ريسبونس الخاص بالفلتر ده اللو باس فلتر ده مع الديسكريت سيجنال اللي انا كنت كونتها نتيجة السامبلينج للكونتينوس تايم سيجنال اللي هي جي دلتا اوف تي. تعالى نوقف عند السلايد دي والمحاضرة الجاية ان شاء الله هتبقى يوم الحد يوم الاربعاء مش كده؟ المحاضرة بتاعتكم الجاية تبقى يوم ايه؟ المفروض يا دكتور يوم الحد الجاي يعني الاربعاء ده بيبقى الاونلاين يعني هو كده المفروض الاربعاء المفروض المحاضرة الجاية بتاعتكم هتبقى يوم الاربعاء. احنا قلنا ان بس معلش الاسبوع ده المفروض كان يبقى اوف لاين احنا خليناه اونلاين عشان الحد اللي فات امبارح كان اجازة. فالمحاضرة بتاعتكم بقى الاربعاء في الاسبوع القادم ان شاء الله هننفصايز تاني هنرجع تاني للسلايد دي وهنشوف عليها اكزامبل عشان نوضح الصوره بطريقه كبيره. اهم حاجه في النقطه اللي احنا اللي انا واقف عندها هنا ان في برضو انا هنزل لكم شيت ان شاء الله بالمسائل ان انتوا تبقوا تقروا المحاضره دي بطريقه بسرعه وبطريقه كويسه وما تسيبوش وقت بعد ما تسمعوا المحاضره بحيث ان انتوا ما تنسوش التفاصيل الكتيره اللي انا قلتها جوه المحاضره. في اي حد عنده اي اسئله واي استفسارات؟ دكتور هو ممكن يعني الشيت يعني يبقى ريليتد بالامتحان اكتر عشان بس يعني الشتات بتبقى فيه حاجات صعبه شويه. يعني هيبقى ماشي هنحاول ماشي يبقى ريليتد يعني بالامتحان ماشي هنحاول ان شاء الله. في اي حد عنده اي اسئله تاني؟ معلش انا كان عندي اسئله. هو بس ممكن حضرتك ترجع للسلايد اللي حضرتك كنت بتشرح فيها الدواليتي يعني بتاعه اللي لا زمان دي وانا لسه ما ظهرت ليش لحظه بس لا مش دي اللي فاتت خالص اللي هو اللي لما حضرتك كنت بتشرح الدواليتي اللي هو السيجنال لو احنا عندنا بريوديك هتتحول ديسكريت. طب لو انا عندي السيجنال اصلا ديسكريت فهتتحول تبقى بريوديك. اي دي يعني تمام. هو هنا السيجنال لما كانت ديسكريت وتحولت لبريوديك اللي هو لما احنا حولنا كل اف بقت تي كل اف من الرسمه اللي فوق بقت تي في الرسمه اللي تحت. هو اللي تحت دي بقى هي الجي اوف ان جي اوف ان تي اس صح يعني تحت اللي هي الرسمه يعني السطر الثالث اخر سطر خالص الرسمه اللي على الشمال اللي هو اللي في التايم دومين هي دي الجي ان اوف تي اس صح
دي اكنها بقى في الشرح بتاعها هو جي ان اوف تي اس. صح تمام ماشي. وعندي برضو سؤال كمان، ممكن بس حضرتك تعيد حته القط عشان انا بالنسبه لي الصوت كان ما كنتش سمعته خالص يعني، معلش انا دكتور عندي. ما فيش مشكله، كل تي احولها ماينس اف دي معناها لو السيجنال ايفن السيجنال هتبقى زي ما هي زي ما انت شايف هنا خلاص. تمام انما لو السيجنال اود وده يعني مش ما يظهرش في اللي هي التايم سيجنال، لو السيجنال دي اود يعني فرضنا يعني ان السيجنال بتاعتك شكلها كده يعني، اما نيجي بقى نحول بالدواليتي ونوديها هنا هنروح عاملين ايه؟ كل تي احولها ماينس اف، يعني اعمل تايم ريفرسنج للسيجنال، فيبقى السيجنال بتاعتي شكلها كده خلاص. ايوه تمام، لحظه بس كده. ده طبعا الاوريجين عندي يعني ده الاوريجين. تمام معلش برضو عايز اسال برضو في حاجه، لما حضرتك قلت ان هيحصل الياس بروبلم بعدها بقى بدانا نشرح اللي هو الجي دلتا اوف اف تمام، بس ممكن تطلع ممكن حضرتك تطلع للسلايد دي اللي هو تقريبا كان في سلايد 9 تقريبا دي لحظه بس عشان هي لسه ظهرت لي. ماشي لا اللي هو لحظه لا السلايد اللي بعدها ماشي دي لحظه بس لا براحتك ماشي هنا الجي دلتا اوف اف بتسال اللي هي اللي هي الديسكريت ماشي دي هتساوي جي السمشن بتاع جي ان على الاثنين دبليو، وهي مش المفروض ان هي المفروض تبقى جي ان يعني هي هنا حضرتك تقصد ان هي هنا هنضرب الجي ان في تي هنضربها في الاكسبوننشال بتاع الديسكريت ولا ايه؟ انا مش فاهم المعادله. فهمت قصدك، هي اصلا دي حاجه تحطوها في ديسكريت تايم فوري ترانسفورم، لو انت عندك السيجنال لو عندك سيجنال السيجنال دي ديسكريت سيجنال عباره عن انفينايت سيكونس من دلتا فانكشن سكيلد بي السيجنال اللي هي جي اوف ان على 2 دبليو دي ده لو هي في التايم دومين دي كده في التايم دومين، لما انا بقى عايز اجيب لها الديسكريت تايم فوري ترانسفورم عايز اجيب لها الديسكريت تايم فوري ترانسفورم الديسكريت تايم فوري ترانسفورم خلاص السيجنال دي ديسكريت اهي تمام الديسكريت تايم فوري هتبقى ايه بقى؟ هتبقى انفاينايت سيريز لنفس الترم ده اللي هو جي اوف ان على 2 دبليو بس مضروبة في الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الاكسبوننشال دي تعتبر اللي هي الفوري ترانسفورم للدلتا فانكشن. ايوه بالظبط، يعني احنا عملنا يعني احنا ضربنا الاثنين دول يعني ده الفوري ترانسفورم بتاع الديسكريت من الاخر يعني. ايوه تمام جدا تمام. معلش في اللي هو اخر بقى قانون في السلايد دي اللي حضرتك معلم عليه ده الجي اوف اف هنا جت ازاي؟ انا مش يعني صح اللي هو عملنا بس المفروض كده تبقى تكامل. لا تكامل ليه بقى؟ مش دي خلاص بقت كونتينوس؟ انا هشرحها لك ببساطه، انت المعادله دي انت مقتنع بيها؟ تمام تمام. طيب انا حطيت فلتر شلت بيها كل الترمات دي بالظبط، يبقى دلوقتي الجي جي دلتا اوف اف بيساوي اف اس اللي هي 2 دبليو في جي اوف اف صح؟ تمام، يبقى جي اوف اف بيساوي 1 على 2 دبليو جي دلتا اوف اف صح؟ حلو جميل جدا خلاص تمام. في مايند النقطه دي جي دلتا اوف اف اللي انا حطيتها هنا دي نفس الفلتر ابلايد هنا، ما ده نفس الفلتر ما دي نفس السيجنال ابلايد هنا تمام تايم دومين لا ماشي تمام. يبقى جي دلتا اوف اف دي لو انا حاطط نفس الفلتر اللي هو يخلق الباند ويث بتاعته دبليو يبقى جي دلتا اوف اف دي
برضو بتساوي ايه؟ بتساوي 2W في G of F. تمام. وال G دلتا F بتساوي الكلام ده، فهو عمل 1 على 2W مضروب في الكلام ده، صح؟ صح. تمام. صح. يعني دلوقتي ال G دلتا F دي بتعبر عن الفورير ترانسفورم بس بتاع الديسكريت، اللي هو المفروض يديني الكونتينيوس، اللي هو المفروض يديني الكونتينيوس، ماشي. صح. لكن الجي جي اوف اف بس، يعني ده جي دلتا اف ده المفروض يديني كل الكونتينيوس، اما جي اوف اف بس دي هتديني الواحده بس، صح؟ ايوه، جي اوف اف هي الدي بس. تمام تمام، خلاص زي الفل. شكرا شكرا، معلش يا دكتور لعاطف حضرتك. لا لا لا، مفيش حاجه، انا دايما مبسوط لما يعني بيبقى في تفاعل في اسئلتك، شاكر جدا يا باشمهندس. طيب طيب، ان شاء الله بقى المحاضره الجايه نبتدي بقى من الابلاي على نشوف المعادلات دي الابلاينج الابلكيشن بتاعتها ايه. ان شاء الله يبقى المحاضره الجايه يوم الاربع، مش الاسبوع ده، الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام.